بھی فلان نام اور شخصیت آئی میری معزز مہمان ہیں حضور کے اس آل کے اس عرس میں آنے والا ہر بندہ جو جوتوں پر بھی جسے جگہ ملی ہے وہ بھی میرے سر کا تاج ہے کیونکہ وہ میرا مہمان نہیں ہے وہ حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل کا مہمان ہے اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور ختم شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد حضور قبلہ سید اکرام الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دعا فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافئ البلاء والوباء والقحط والقرض والمرض
السقم والحزن والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الوراء مصباح الظلم جميل شيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم سيدنا ومولانا محمد عين الإناية وكنز الهداية إمام الحضرة أمير المملكة تراز الهلل ناصر الملل ناصر الملل سلطان الطريقة برهان الحقيقة زينة المعرفة شمس الشريعة شفيع الأمة كاشف الغمة عال الهمة سراج العالمين الله 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 واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمئراج سفره وعند سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين أودنا مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام الكبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو السميع العليم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف تین مرتبہ سورہ اخلاص حضرت قبلہ کے ملک فرما دیں ربنا تقبل منا انت السميع تب علينا رب اغفر يا اللہ جو کلام پاک پڑھا گیا فاتحہ شریف سورہ اخلاص دوستوں جو کلام پاک دوستوں نے مل کے کل کلام پاک حاضر نیانے سواب نبی پاک علیہ السلام بارگاہ اقدس میں پیش کریں گے پنتن پاک میں اہل بیت اطہار آل پاک امہات المؤمنین حضور علیہ السلام نے آبائے صحابہ کرام شاہ جیلان شاہ جیر شاہ جیر شاہ نقشبن شاہ صبر جن اساس محبین و محبین شہداء کربلا خصوص حضرت پیر سید شمشیر علی شاہ سے الوار مدنی شاہ سے کارنات اللہ علیہ وسلم روح کوئی فتوری بارگاہ وچ شریعہ نیاز پیش کرنے ڈاڈا سنگھ سید عبدالعزیز شاہ صاحب ڈاڈا سنگھ محمد رمضان شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ وسلم تمام آبا و اجداد کی بارگاہ اقدس وچ شریعہ نیاز صدقہ خاندان دے جتنے حقدار عزیز اقارب نان کے ڈال کے بیٹھے سارے ارواح جلیلہ آل دے خاندان دے صدقے جتنے دوست احباب محفل وچ شریک ہیں انہاں دے حقدار کل آدم علیہ السلام دی مومن اولاد کرم فرما رہا فرما نبی سنگھ دی امت دی بخشش فرما ساری ان حضور دی آل دے افراد دے صدقے ورے کریم مشکل وچ مبتلا لوگاں نے مشکل آسان پریشان حالاں نے پریشان بیماراں کو شفا عطا فرما بے اولاداں کو اولاد عطا فرما صالح عطا فرما جنہاں کو اولاد دی نعمت بخشی انہاں دی اولاد کو نیک بنا صالح دوست جڑے نیک دی لیے ارادے ہن تے آ بیٹھے بڑے مالک پورے مکی سیں دی خیر فرما آپ دے آل اولاد دی خاندان دی خیر فرما جملہ برادران دی خیر فرما خاندان دی خیر فرما انہاں دے مریدین متعلقین متوسلین معاونین دی خیر فرما اہل محلہ اہل شہر اہل شہر روزیاں وچ برکت عطا فرما معاملات وچ برکت عطا فرما
دشمن دے شر تو بچا، حسد دے حسد تو بچا، بد نظر دی نظر تو بچا، شر شیطان تو محفوظ فرما، محبوب دی سچی حب سچی غلامی نصیب فرما، عبادت دی عزت نصیب فرما، نعمتاں دا شکر ادا کرنا، پاک سرزمین دی خیر فرما، میرے کریم میرے وطن دی خیر فرما، وطن دی خیر فرما، اندرونی بیرونی دشمناں تو محفوظ فرما، دشمنا کو بدخواہ کو غدارا کو ناکام نا مراد محبان وطن دی خیر خواہ دی خیر فرما دی مدد فرما مدد فرما مدد فرما سامراج دے تسلط تو محفوظ سارے معاملات درست فرما سارے معاملات درست فرما سارے اندرونی ظاہری باطنی معاملات محبوب دی امت تے کرم فرما محبوب دی امت پر معاف فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع الرحیم ایں آستانے کو تابت قائم دے مکی سائیں دی نسل دے وچ علم و عرفان دی دولت جاری فرما علم و عرفان سکو اپنے آبا و اجداد دے طریقے تے چلن دی توفیق عطا فرما آبا و اجداد دے آداواں نصیب فرما صلی اللہ علیہ محمد